مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو ريز سبور توكن؟ ما هي ميزات ريز سبور توكن؟ ما هو ريز سبور توكن؟ تم إنشاء ريز سبور نتيجة لجهود التضحية. قرر أحد التجار البارزين في المدينة ولاعبي كرة القدم السابقين إنشاء ناد يحمل اسم المدينة التي يعيشون فيها. نتيجة المزاد تم الحصول على المال وتم وضع أسس ريز سبور. ما هي ميزات ريز سبور توكن؟ الهدف الأساسي للنادي هو زيادة القدرات البدنية والثقافية للشباب في ريز، والمساهمة في تنميتهم بالتعاليم التي سيتم تقديمها في هذا المجال. ريز هو رمز فائدة تم إنتاجه على إيثيريوم لبلوكشين في معايير ERC20. ريز الذي يأخذ قيمته من نجاح النادي وتفاعل المعجبين سيكون بمثابة جسر بين الجماهير والنادي، مع الفرص والهدايا والمزايا المماثلة التي سيقدمها لجمهوره. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.